السلام عليكم. اليوم نقف على الاشغال نتاع ربط مخزن نتاع الحبوب نتاع بوش الكوف في ولايه قالما. اذا هذا المخزن الذي تم توسعته وبناء صوامع جديده به صوامع خرسانيه، اذا يتم حاليا عمليه تجديد وربط الخطوط السكك الحديديه نتاع هذا المخزن اللي خزن 200,000 قنطار، يعني عنده سعة 200,000 قنطار، يعني واحد من أكبر المخازن في الجزائر، اللي يتم حاليا ربطه بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية. إذا للعلم أنه فيه برنامج ومشروع طموح وضخم اللي ربط أكثر من 15 مخزن للحبوب عبر التراب الوطني، ربطها كلها بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، إذا اللي أعطى أكثر مرونة وأكثر سيولة لحركات نقل الحبوب عبر ولايات الوطن. خليكم تتابعوا الفيديو هذا، والسلام عليكم.